أهلا بكم من جديد. تقدم الدولة المصرية دعمها المستمر لمختلف مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في زيادة مساهمته في مختلف أوجه الاقتصاد المصري، وما يتضمن ذلك من مجالات الصناعة والتعليم والصحة إلى جانب غير ذلك طبعا من المجالات، وهو ما نتج عنه تنفيذ العديد من المشروعات. لمزيد من المتابعة والتحليل حول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بك فندم أستاذ مشاري. دكتور، في البداية إيه أهمية بشكل مبسط جدا القطاع الخاص بالنسبة للاقتصاد المصري في هذه المرحلة تحديدا؟ القطاع الخاص هو كلمة السر في نجاح أي عملية تنموية أو أي عملية صناعية في أي دولة. يعني بشكل مقارني أكتر، لو بصيت على الصين، لو بصيت على دول النمور الأسيوية، لو بصيت على أمريكا، هتلاقي أنه القطاعات اللي عملت عندها قفزة في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة هي القطاعات الصناعية، هي القطاع الخاص بشكل دقيق جدا. فبالتالي التركيز على القطاع الخاص بكل بقى مشتملاته، بكل مجالاته، بكل برامجه اللي بيقدمها في أي دولة، هو يعتبر عملية النجاح الكبيرة جدا. وكلمة السر لي أنك أنت أولا تعملي تنمية صناعية بشكل كبير، وتعملي تنمية صناعية بمفهومها الأشمل، علاوة على أنك أنت يكون ده هو حائط الصد لمواجهة أي أزمات مستقبلية، لمواجهة أي توترات جيوسياسية في المستقبل القريب. طيب، الكلام ده يا دكتور بيتطلب طبعا جهود، احنا شايفين انه في جهود معينة مبذولة من قبل الدولة. ايه هي أهم هذه الجهود لتعزيز مساهمة القطاع الخاص أكثر؟ الحقيقة انه الدولة اشتغلت على العديد من البرامج كجهود لمضنية جدا لان هي تعمل قفزة في مجال يعني الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي او بمفهومها الاشمل للقطاع الخاص، وبدأت تركز بشكل او باخر ايه معوقات الاستثمار في مصر او ايه معوقات القطاع الخاص عشان ياخد مجالاته وياخد القفزات اللي هو عايز يخش فيها بشكل او باخر. كانت الناحية التشريعية في مصر كانت بتقلق المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي. الدولة اشتغلت على بيئة الاستثمار التشريعية وبدأت تعمل يعني تكسير لكل القواعد ولكل التشريعات القديمة، وتبص على النصوص اللي كانت بتقلق المستثمر، سواء كانت بتتعلق بمسألة الملكية، بنقل الأموال، بالمحفزات. دي كلها كانت المستثمر بيسأل عنها دائما، فضلا عن الشيء المهم جدا اللي وضعه في التشريعات هو مسألة تسوية المنازعات. يعني احنا هنسوي المنازعات مع الدولة او مع القطاع الخاص او مع اي مستثمر موجود في مصر ازاي؟ ما دي كانت طريقة ايضا المستثمر بيسأل عليها. يعني حتى المستثمر الاجنبي كان بيسأل، انا لو نزلت وحصلت لي منازعة هسوي المنازعة ازاي؟ هروح القضاء ولا انا اروح التحكيم ولا اروح للجان ادارية بتسوي لي؟ الحقيقة الدولة اشتغلت على هذا الامر، وبقى عندنا طرق كتيرة جدا لتسوية المنازعات. بيقدم طلب تسوية للجان الوزارية، ما حصلش تسوية بيروح للجنة وزارية أعلى اللي بيرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء. أعتقد إن حتى التشريعات، لما أنا حصرت التشريعات اللي موجودة في كل دول العالم، ما لقيتش إن إحنا ممكن يكون في لجنة بيرأسها رئيس مجلس الوزراء إلا موجودة في مصر. فضلا عن الشيء المهم جدا، في بعض المستثمرين الإماراتيين وبعض المستثمرين السعوديين وفي بعض الدول زي تركيا وخلافها دائما بيحبوا التحكيم. يعني يقول لك انا محتاج التحكيم، انا باخد التسويه المنازعه بتاعتي عن طريق التحكيم. ففعلا الدوله وضعت نصوص مقننه بشكل كامل ومحدثه وفقا لاحدث النظم العالميه لتسويه المنازعات مع المستثمرين عن طريق التحكيم. دي كآلية. شفنا ده بشكل جلي في صفقه راس الحكمه كمان. دي حقيقة. يعني كانت نقطه العديد من المراقبين ركزوا عليها على انها نقطه ايجابيه فيها تطور. دي حقيقه، لانها مهمه جدا وكان كل المستثمرين محتاجينها، وبالتالي الدوله استجابت بشكل او باخر. ده من الناحيه التشريعيه. فضلا عن انه الدوله بدات تكسر بشكل او باخر كل القواعد النمطيه والمعوقات البيروقراطية وبعض الأمور المرفقية وكتر الأوراق، وفرمت بشكل أو بآخر الدورة المستندية، لأنك أنت تحصل النهاردة وصلنا إلى الرخصة الذهبية، وصلنا إلى عدد تقريبا وفقا لمؤتمر السيد رئيس مجلس الوزراء الأخير ل50 رخصة. أنا أعتقد أنه رقم، وإن كان
على المدى القليل قليل، لكن انا اعتقد الفتره القادمه سوف تشهد ارقام كبيره جدا في اصدار التراخيص الرخصه الذهبيه بنمطها الحالي. مين ممكن يكون الاكثر اقبالا بما انه حضرتك بتتوقع انه هيبقى في عدد كبير؟ مين الشريحه اللي هتكون او القطاع اللي هيكون ليه النصيب الاكبر من هذا الاقبال؟ اعتقد الاقبال سوف قطاع الصناعات النسيجيه، قطاع الصناعات التحويليه بشكل كبير، قطاع الصناعات اللي هي ممكن نقولها اللي هي المراكمنه الحديثه، لان دي النهارده بزغت بشكل او باخر في الدوله المصريه، واعتقد ان في بعض المستثمرين الاجانب النهارده بداوا يقدموا طلبات بشكل او باخر بشكل كبير في هذا النمط الاستثماري في ايضا كل المجالات، لكن ده نمط عليه جاذبيه بشكل اكبر وعليه اقبال بشكل اوسع في الفتره الحاليه، لانه ده المستقبل الحديث والمستقبل القريب واللي الدوله بتدعمه بشكل او باخر. طيب دلوقتي حضرتك اتكلمت عن القطاع الصناعي، واحنا ملاحظين انه فعلا الاصلاحات اللي قامت بيها الحكومه مركزه فعلا يمكن بشكل اكبر على تشجيع هذا القطاع الصناعي. حضرتك بتتوقع انه الفتره الجايه هيكون في مزيد من الاقبال وانه عدد المتقدمين على الرخصه الذهبيه هيزيد، وحضرتك ذكرت عدد من الامثله. العوائد المتوقعه على المدى القريب او المدى المتوسط ممكن تكون عامله ازاي؟ خلينا نقول في البدايه حاجه مهمه، انت حققت الطمانه للمستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي. وقلت له في وثيقة سياسات ملكية الدولة ان انا هشتغل في قطاع كذا وهذا القطاع يخصك وهذا القطاع انا هفضل فيه لفترة. فانت عملت ما يسمى بخارطة الطريق الاقتصادية مع المستثمرين، وبقت في نوع من الشفافية والمصارحة مع صناع القرار في حوار وطني وفي حوار اقتصادي، وبدأ المستثمر النهارده يجلس مع صانع القرار الاقتصادي ومع متخذ القرار الاقتصادي ويقول له والله انا عندي مشكلات عبارة عن واحد واثنين. فانت النهارده ما كانش، كانت في الفترة الماضية ممكن تسمع عن انه في قرار ما يفهموش المستثمر او في قرار لم يتلقاه بالشكل اللي ممكن يحققه له الطفرة الكبيرة، لكن النهاردة لما بيجلس مع صانع القرار ويقدر النهاردة صانع القرار يتلقى وجهة نظره بشكل او باخر، فانت النهاردة تعتبر وصلتي الى ارقام ممكن تحققها عن طريق هذا الحوار. العوائد المتوقعة انا اعتقد ان احنا منذ عام 2019 في الربع الاخير من 2019 كان في الربع الاولاني وصلنا الى معدل بطالة 7.5، مشينا شوية عشان ازمة فيروس كورونا ارتفع الى 7.9. انا اعتقد ان احنا في الفترة القادمة نتيجة التركيز على معدل الصناعة وعجلة ودوران عجلة الانتاج ان احنا ممكن نصل الى 6% فيما اقل، ده كمعدل بطالة، فضلا عن انه احنا بنستهدف ان احنا نصل الى 6.5 معدل نمو في الايام في السنوات القادمه. انا اعتقد ان احنا ممكن نقفز لان الصناعه هي قلب العالم النابض، وهي دي كلمه السر في تنميه الدوله المصريه. واعتقد ان السيد الرئيس دائما في مؤتمراته ودائما في حواراته وكل جلساته مع الصناع ومع المستثمرين ومع متخذ القرار بيركز بشكل او باخر على كلمه الصناعه، لان الصناعه هي فعلا التطور الحقيقي وهي حائط الصد لمواجهه الازمات. علاوه على الشيء المهم جدا ان انت عايزه تشارك القطاع الخاص في عمليه التنميه الاقتصاديه وفي عمليه التنميه الشامله في مصر ومشاركته في عمليه الانتاج بنسب بتصل الى 65%. احنا لو وصلنا لهذا الرقم اعتقد ان كافه المؤشرات اللي هتترتب عليه سواء كان معدل نمو سواء كان معدل صادرات سواء كان فلتره وتقشف كبير جدا لمعدل الواردات نتيجه لانك انت ميزان الصادرات هيرتفع، احنا نصل لارقام كبيره جدا في كل المؤشرات اللي بتحتوي هذا الرقم. طيب دي توقعات بالنسبه للمستقبل القريب ان شاء الله. من متابعه حضرتك للبيئة الاقتصادية والتحركات المستثمرين، تحركات القطاع الخاص في مصر، شايف معنويات القطاع الخاص إيه بعد كل النقط اللي احنا ذكرناها حتى الآن، بعد كل الخطوات دي، خاصة إقبال المستثمر من القطاع الخاص تحديدا على مشاركة الحكومة في بعض المشروعات الهامة، شايف هذه النظرة من قبل القطاع الخاص اتغيرت قد إيه وبقت فين دلوقتي؟ يعني خلينا نقول انه انت بدات مرحله شفافيه مع المستثمرين وبدات النهارده تصارحيهم وبدات تركزي على القطاعات اللي هم كانوا عايزين الدوله تسيبها ليهم ودوله تشاركهم في بعض القطاعات لانها كانت محتاجه نوع من الدعم الكبير جدا. وخلينا نقول انه الفترة الحالية هي فترة فعلا هي فترة النمو الحقيقي للاقتصاد المصري، النمو الحقيقي للصناعة، لأنه ممكن تكون أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية خلت نوع من التقشف الكبير جدا
فيما يسمى به صنع في الصين، فبدأت أنت النهاردة وبعض الدول المحيطة تبزغ في العالم بصنع في مصر، وبدأت تشتغل على مسألة التسوق وتفتحي أسواق. وأهم شيء بدأنا نركز عليه هو مجال التنافسية، لأنه هو ده المهم جدا في مجال الصناعة ومجال فتح الاستثمارات. وبدأتي النهاردة تقولي لأطياف المجتمع المصري يلا نبدأ ببعض المبادرات، بمبادرة ابدأ، بدعم الصناعة، ببعض المبادرات التمويلية الكبيرة جدا في مجال الصناعة. دي كلها تعتبر انت بتنهضي بيه قطاع محتاج انك انت ينمو فيه المستقبل، محتاج ان هو يديكي مؤشرات ويعمل للسيد وزير المالية قيمة مضافة لما يجي اخر السنة يعرف ان معدل الصناعة عنده اداله قيمة مضافة في الموازنة برقم كذا، وبالتالي العائد الاكبر بقى انك انت هتخفض عجز الموازنة وتسرعي معدل الصادرات وتقوي هذا الرقم، فيكون عندك حصيلة دولارية فتقدر تواجه الازمات. نقطة التنافسية نقطة مهمة جدا يا دكتور، وكمان احنا ملاحظين انه المستهلك المصري بدأ يميل في الفترة الأخيرة، طبعا مسألة مقاطعة المنتجات المساندة لإسرائيل وما إلى ذلك أكيد كان ليها يعني دور قوي، ولكن أكيد الجودة بتاعت المنتج المصري اتغيرت بشكل أو بآخر وأصبح في تنافسية زي ما حضرتك بتقول. إيه اللي خلى هذه الطفرة دي تحصل وإزاي ممكن يتم الحفاظ عليها؟ دي نقطة الأهم. خلينا نقول إن إحنا تعلمنا من الدرس، وأزمة فيروس كورونا كانت درس قاسي جدا لكل اقتصادات العالم، ولما الدول كلها قفلت على بعضها وقالت ان انا عندي صناعه وعندي تجاره وعندي انتاج زراعي وانا هعمل يعني انا هستحوذ على هذا الرقم ليا وللمواطنين، ده خلى الدول تبدا تعمل دراسه جديه انك انت النهارده ممكن تتعرضي لهذه الازمه فيما بعد، وبالتالي انت النهارده بدات تركزي بشكل او باخر على التنميه الاقتصاديه، وبدات تشتغل على محاور كبيره جدا، وبدات تفتحي اسواق خارج مصر، وبالتالي في نهايه الامر او في نهايه المطاف انت محتاجه يكون عندك قفزه مؤشرات في المؤشرات الدخل القومي الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي اعتقد ان احنا في الفتره القادمه سوف يكون هناك مؤشرات كبيره جدا على كافه الاصعده، وبالتالي ممكن في نهايه المطاف نشوف ان احنا عندنا عمليات انتاج حديثه ومهيكله، ويكون عندنا تحديث لهيكل الصناعه، يكون عندنا بلوره بشكل كبير جدا لانتاج لادخال صناعات جديده ما كانتش موجوده زي صناعه السيارات الكهربائيه وخلافها، دي كلها بتديك قيمه مضافه في الانتاج، تديك قيمه مضافه مع المستهلك المحلي، وبالتالي النهارده اي مستهلك موجود في مصر واي مواطن مصري دائما بيبص على مساله الجوده، بيبص على مساله التكلفه، على معايير الانتاج نفسها، فهو شايف ان المنتج المصري تغير بشكل او باخر، نظره المستثمر ذات نفسها الى عمليه الانتاج تغيرت بشكل او باخر، لانه هو لو ما اشتغلش على الجوده وما اشتغلش على التكلفه وما اشتغلش على معايير القياسيه في اي دوله هو محتاج يحقق ارباح، فبالتالي يحقق خسائر، لكن النظره اعتقد انها ايجابيه جدا في الفتره الاخيره. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، شكرا على كل هذه المعلومات.